بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعزائي حبيبي متابعينا الكرام، أهلا بحضراتكم في فيديو جديد. فيديو النهاردة إن شاء الله استكمالا للفيديو اللي فات. احنا قلنا طبعا الفيديو اللي فات كان ألف ديك رومي محلي، وقلنا إن صاحبهم عايز يبيعهم، وقلنا إن اللي مستعد يشتري يكلمنا من خلال رقم الواتساب اللي كان على الفيديو، وتكلمنا عن الروم المحل. قلنا بصراحة أنا ما شفتوش قبل كده، يعني ما ربطوش، ما شفتش حد رباه قدام مني. قلنا ان ده اول مرة حد يكون ربى رومي محلي لنهاية الدورة، فبنشوفه على الطبيعة عشان الناس تعرف تشوف شكله وتعرف يعني نظامه ايه. النهاردة ان شاء الله قلنا ان شاء الله هيكون في فيديو تاني برضو لحد عايز يبيع 300 ديك رومي مستورد، كان تابع يعني الشغل اللي احنا بنشتغل فيه، فكان عايز برضو يبيعهم. فقلنا هنعرض المحل الاول وبعد كده نعرض المستورد، وحضراتكم بتشوفوا وتقارنوا بين الاثنين. فيديو النهاردة بنتكلم عن الرومي المستورد، واحنا قلنا الحمد لله احنا بنشتغلش غير في الرومي المستورد، وده شغلنا. ده عند عميل او زبون يعني او مربي خد الرومي مننا، وكان زي ما قلنا الشغل ده بقاله بالظبط 3 شهور و10 ايام. الشغل كده 3 شهور و10 ايام. فحضراتكم شايفين، هو النهاردة انا بكلمكم بقول 3 شهور و10 ايام، لكن الفيديو متصور بقاله حوالي 15 يوم، فيعني يعتبر الروم اللي قدامكم مثلا نقول من يعني عمره 3 شهور. حضراتكم بقى فضلوا بين الرومي الفيديو التاني المحلي اللي هو 3 شهور والروم ده اللي هو 3 شهور، وشوفوا الفرق وحضراتكم قرروا او تشوفوا ممكن نشتغل في المحل عادي او لا خلينا في المستورد اضمن واحسن. بنتكلم يا جماعه، بنقول الروم المستورد اللي قدامنا ده 300 ديك اللي مستعد يشتريهم على حسب سعر اليوم، هياخد الرقم الواتساب من على الفيديو ويكلمني وان شاء الله بوصله للمربي ويروح ياخدهم منه. الفرق زي ما قلنا ما بين المستورد والمحلي، النهارده تاجر كلمني وبتكلم معاه بقول له رومي محلي، وصاحب الشركه قال ان الفرخ بيوصل 19 كيلو، فقال لي لا يا عم ياسر الكلام ده ما بيحصلش، انا بشيل رومي محلي كتير وعاده ما بيعديش ل 14 كيلو، يعني 13 كيلو 14 كيلو. قلت له طب ازاي اذا كان يعني شريك في الشركه بتاعت الرومي المحلي؟ قال لي انه بوصل 19. قال لي لا ما شفتش حد وصل عنده رومي محلي 19، هو اخره 13 14. فكان من واجبي او من الامانة ان انا صحح لحضراتكم برضو المعلومة، لان انا قلت الراجل قال انه بوصل 15 18 19، فهو لما قال لي ما بوصلش 19 ده، فقلت اعرفكم ان هو قال ان الرومي المحلي اخره 13 14. بالنسبة للناس اللي بتسأل، ناس كتير جدا جدا بتتصل عليا ابدأ تربية امتى، هل الشهور اللي احنا فيها ده مناسبة للتربية ولا لا؟ والله يا جماعة احنا بنتكلم بنقول التهوية هي اهم عنصر في موضوع التربية. حضرتك عندك مكان تهويته كويسة، اشتغل في عز الحر. حضرتك مركب خلايا تبريد لو في مزرعة او عنبر وعامل فيها خلايا تبريد، اشتغل في عز الحر مفيش فيها اي مشكلة. حضرتك ما عندكش خلايا تبريد وما عندكش مروحة ولا شفاط في البيت وما عندكش مكان يعني بحري او داخل فيه هواء والجو حر، ما تشتغلش طول فترة الصيف، وفي نفس الوقت لو الجو عندك كتمة او برد او في الشتاء ما تشتغلش في الشتاء. يعني ايه اهم حاجة؟ تجهيز المكان عشان حضرتك ما تعملش الدورة وتصرف عليها وتيجي في النهاية، والدورة دي ممكن يكون فرخين، يعني ممكن يكون واحد امكانياته على قده فيعمل فرخين او 3 او 5 فيحطهم في مكان يكون حر قوي فيموتوا منه، او يجي لهم جدري ويبهدلهم، او يجي لهم نيوكاسل او اجهاد حراري او خلافه. ونفس الشيء بقى لو الجو عنده ساعة او مفتح، يعني اوضة مفتحة وما ينفعش يعني يدفي الحاجة في الشتاء، فبرضه بقول له ما تربيش. يعني انا عايز اوصل لنقطة ايه يا جماعة،
المشروع الفلاني ممكن يناسب واحد وما يناسبش التاني. ناس كتير واشهد الله على كده، ناس بتتصل عليا عايزة تربي نعام يمكن في اليوم بالعشرة، بخلوهم يصرفوا نظر عن تربية النعام. ليه؟ انا شايف. سلام عليكم. وعليكم السلام. انا عايز اربي، عايز اشتري من حضرتك نعام. طب انت الاول بس المكان بتاعك فين؟ انا في المكان الفلاني. هو عايز نقول له طيب حاضر النعامة بكذا وننهي. اقول له طيب المكان اللي عندك نظامه ايه؟ ده انا المكان اللي عندي كذا كذا. لا لا لا، ده ما ينفعش للنعام خالص. طيب ده احنا بس كنا عايزين نربي حتى خمسة. يعني بحس او بلاقي ان الموضوع متاخد كواجهة اجتماعية، ان انا ابقى راجل مربي نعام. فبقولها له نصا كده، انت شفت الشاب اللي بيبقى ماشي ماسك في ايده سلسلة فيها كلب مثلا انواع وغالي وماشي بيه كواجهة او يترسم به، فما سامحني في اللفظ، انت واخد مشروع النعام كده كواجهة. يقول لي اصل بصراحة محدش مربي عندنا في المنطقة خالص، او محدش مربي في البلد خالص. اقول له تمام، فانت عايز يبقى انت ايه اللي ليك السبق يعني؟ يقول لي بصراحة اه. طيب يا حبيبي انت مشروع النعام ما يتناسبش معاك، وانا مش هفرح ان انا اجيب لك نعمتين ثلاثة وتدفع ثمنهم وربنا ما يكرمكش فيهم. لا، انا يلزمني في النهاية انك تدعي لي دعوة كويسة، ما يلزمنيش ان انا ايه تحاسبن علي يعني. النعم انت تاخدها وتدفع حقها وهتربيها وانا خلاص ماليش دعوه، بس ممكن تيجي في النهايه لم توفق. فاحنا طبعا بطبيعه يعني حال البشر بيرمي الذنب على غيره، واسهل حاجه انه يحاسب منه الله اللي كان السبب، ومش هتجيب الذنب عليك وهتقول بقى هو اللي ايه ما فاهمنيش وهو هو. فبقول له لا، مشروع النعم ما يناسبكش، خليك مثلا في الرومي، خليك في البط، خليك في الوز، خليك في الفراخ او السمان او اي نوع من انواع الدواجن الاخرى. نفس الشيء انا بتكلم على الرومي. لو حضرتك كل اللي بيسالوني دلوقتي ويوميا 20 30 اتصال او سؤال، انسب مكان انسب وقت لتربيه الرومي اللي من دول ولا استنى شويه؟ انا بقول يا جماعه لو الجو عندك تهويته كويسه اعتمد على الله وخد من دلوقتي، او خد في شهر 9. لو الجو عندك حر قوي لا، اجل مثلا لغاية شهر 10 او اخر 9 او شهر 10. لو الجو عندك مفتح، يعني حد يقول انا عندي على السطوح اوضتين بس ما لهمش سقف، طب ده لا هتنفع يا جماعة لا صيف ولا شتاء. في الصيف الشمس هتاكل الفراخ، وفي الشتاء هيبرد وهيموت. فحتى النهاردة حد كان بيكلمني ان عنده سطوح كبير يعني بتاع 200 متر ومفتوح، فقلت له حاول تقفل اوضه واحده بس تكون متقفله، بحيث ممكن نيجي من بالليل نحط ندخل الفراخ فيها، وبالنهار هم يخرجوا في جنب كده، بس يبقى برضو الاوضه مفتوحه بحيث عايزين يخشوا في الظله منها يعني في وقت الظهيره يخشوا. لكن انا مش هفرح ان عندي 200 متر 300 متر 500 متر وهم غير مناسبين بالمره للتربيه. بذكر حضراتكم لو حد ناوي يشتري رومي من اللي احنا بنعمل عنه ده، يكلمنا ان شاء الله من خلال الواتس اللي ظاهر على الشاشة، واحنا ان شاء الله نوصله بالبائع. ما تنسوش حضراتكم تعملوا لنا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس، ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.